أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير وأهلا بكم لمرافقتنا في هذه الجولة الجديدة من برنامج السلطة الرابعة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار الواردة في صدارة الصحف المحلية ومن صحيفة الثورة الرسمية حيث جاء في صفحتها الأولى الرئيس يوجه بإصلاح أنبوب نفط مأرب خلال أربعة أيام وضع يتهم نواب حزبه بإثارة نقاشات التخريب والبلبلة التي لا مصلحة فيها لأحد وإنسحاب كتلة المؤتمر واستقالة نائب رئيسها والبرلمان يرفع جلساته إلى يونيو القادم وفي صحيفه الجمهوريه سفير روسيا المجتمع الدولي سيضمن لابناء المحافظات الجنوبيه عدم تكرار اخطاء النظام السابق رئيس المكتب السياسي للحركه الحوثيه للجمهوريه المواجهات في صعده وحجه سياسيه وكل ما نطلبه هو السماح لنا بالتحرك ثقافيا، وننتقل إلى أخبار اليوم فيما الطيران يواصل قصفه على جبل يسوف، استشهاد ثلاث طفلات بقذائف القاعدة واثنين آخرين ومقتل عدد من المسلحين في لودر، ومجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل يجب فصل رئاسة المجلس عن رئاسة المحكمة العليا حتى لا ترتكز السلطة بشخص واحد. <applause> ننتقل بكم إلى تفاصيل سريعة للأهم ما ورد في العناوين. الرئيس يوجه بإصلاح أنبوب نفط مأرب خلال أربعة أيام وبحسب صحيفة الثورة فإن الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وجه وزارة النفط والمعادن بإصلاح أنبوب النفط بمحافظة مأرب بصورة عاجلة وفي فترة زمنية لا تزيد عن أربعة أيام. وذكرت الصحيفه نقلا عن وزاره الداخليه قولها ان الرئيس هادي وجه بتوفير الحمايه للفرق الفنيه والهندسيه وتنفيذا للتوجيهات الرئاسيه كلفت قياده وزاره الداخليه اداره امن محافظه مارب باتخاذ كافه الاجراءات والتدابير الامنيه اللازمه لحمايه الفرق الفنيه المكلفه باصلاح انبوب النفط لكي تتمكن من انجاز مهمتها خلال الفتره المحدده ووجهت قيادة الوزارة أمن مأرب بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يتم ذلك تحت إشراف المحافظ رئيس اللجنة الأمنية فيها وأوضحت الصحيفة على لسان هشام شرف وزير النفط والمعادن خسائر تفجير أنبوب النفط في مأرب بنحو 700 مليون دولار فيما إحصائيات رسمية أشارت إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 إعتداء تخريبي خلال الربع الأول من العام الحالي وهو عدد كبير ومكلف بالنسبة للاصلاحات والكميات التي تفقد نتيجة لهذه الاعتداءات التي تسببت في اضاعة مبالغ كبيرة يفترض ان تذهب الى التنمية وتمويل الخزانة العامة. الراعي يتهم نواب حزبه باثارة نقاشات التخريب والبلبلة التي لا مصلحة فيها لاحد وانسحاب كتلة المؤتمر واستقالة نائب رئيسها والبرلمان يرفع جلساته الى يونيو القادم. حيث اعلنت كتله المؤتمر الشعبي العام انسحابها من جلسه مجلس النواب يوم امس عقب تصويت 67 نائبا من اصل 94 حضروا الجلسه لاستمرار اللجنه البرلمانيه الخاصه بسعر الديزل والمكلفه بمتابعه الجانب الحكومي في عملها وتقديم تقرير مفصل بذلك الى جلسه المجلس بعد الاجازه البرلمانيه. اعضاء في مجلس النواب اعتبروا التصويت على استمرار لجنه الديزل البرلمانيه واقراره مخالفه دستوريه للائحه المجلس التي تنص على انه في حال التصويت على اقرار اي موضوع في المجلس يكون فيه عدد المصوتين 75 صوتا زائدا واحد اي ربع اعضاء المجلس ولكن ليعقب اخرون في المجلس بانه بعد توقيع المبادره الخليجيه فان قرارات مجلس النواب تعتمد على اغلبيه الحاضرين فقط وليس حسب ما تنص عليه اللائحه فالمصوتون على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية لم يتجاوز 15 صوتاً، وأقر القرض حينها السبت الماضي. الجلسة أثيرت فيها نقاشات حادة واتهامات متبادلة، جعلت نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عبد العزيز كرو يقدم استقالته من منصبه في الكتلة بعد اتهامه أنه أنصاع إلى مقترحات التجمع اليمني للإصلاح بشأن سعر مادة الديزل. سفير روسيا للجمهورية المجتمع الدولي سيضمن لأبناء المحافظات الجنوبية عدم تكرار أخطاء النظام السابق وتحت هذا العنوان ذكرت صحيفة الجمهورية تأكد السفير الروسي سيرجي كوزولوف اهتمام وحرص بلاده على إنجاح مساعيها إلى جلب مساعي المجتمع الدولي لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وقال سفير روسيا الإتحادية إن اليمن قطع خطوات متقدمة على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية من خلال الانتقال السلمي والمرن للسلطة وما تلتها من قرارات مدروسة كانت محطة إعجاب واحترام العالم الذي يدعم وبكل قوة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وكشف سفير روسيا الاتحادية بان الشهر الجاري سيشهد منعطفات تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، إذا ما استشعر اليمنيون بانفسهم عظمة المسؤولية الملقاه على عاتقهم في استغلال الفرصة السانحة والدعم الدولي لانجاح الحوار الوطني وعدم عرقلة القرارات الرئاسية، وتحرص على مشاركة كافة القوى الوطنية والاطياف السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيون. رئيس المكتب السياسي للحركه الحوثيه للجمهوريه المواجهه في صعده وحجه سياسيه وكل ما نطلبه هو السماح لنا بالتحرك ثقافيا وتحت هذا العنوان نقلت صحيفه الجمهوريه تاكد صالح هبره رئيس المكتب السياسي للحركه الحوثيه انهم مع الحوار الجدي الذي يعالج كافه الاشكاليات التي تعانيها اليمن دون اقصاء اي مكون من مكونات الشعب ولكن يجب أولاً توفير المناخ الملائم لإنجاح هذا الحوار حتى لا تفرض أي جهة مسارًا معينًا لصالحها أو لصالح قوى خارجية كما تحدث رئيس المكتب السياسي عن المواجهات التي حدثت في دماج وكتاب في صعدة وعاهم في محافظة حجة قائلا إن هذه المواجهات سياسية وليست مذهبية كما يروج لها الإعلام وهي بسبب رفضهم المبادرة الخليجية مؤكدا أنه ليس لهم أي مصلحة في إثارة الخلافات وليست لهم أي موقف من أي طائفة أو فئة أو مذهب وإنهم يحملون فقط فكرا نهضويا يستمد روحه من القرآن الكريم وكل ما يطلبون به هو أن يسمح لهم بالتحرك ثقافيا وبطرق سلمية كأي طرف من الأطراف الأخرى فيما الطيران يواصل قصفه على جبل يسوف استشهاد ثلاث طفلات بقذائف القاعدة واثنين آخرين ومقتل عدد من المسلحين في لودر قالت مصادر مطلعة لأخبار اليوم أن شباب اللجان الشعبية قد تصدت صباح أمس لهجوم من قبل مسلحي القاعدة جاء من اتجاه كهرباء مدينة لودر بمحافظة أبيان وأكدت المصادر أن الهجوم قد أسفر عن استشهاد عباس الفطواني من اللواء 111 مشاه وإصابة خمسة آخرين بجروح من الشباب فيما قتل عدد من المسلحين مشيرة إلى أن شباب اللجان تمكنوا خلال الهجوم من تدمير عربة حميضة وطقم عسكري وتخريب عدد من المتارس الخاصة بالمسلحين ومن ثم انسحب شباب اللجان إلى مواقعهم نتيجة عدم تعزيزهم بقوة عسكرية وأضافت المصادر أن العناصر المسلحة قد قامت بإطلاق عدد من قذائف الهاون استهدفت منازل المواطنين، حيث أسفر ذلك عن استشهاد ثلاث طفلات وإصابة حرم مبارك الهبة بإصابات خطيرة، مؤكدة بأنه شوهد المسلحين بعد العملية ينقلون قتلاهم وجرحاهم إلى منطقة العين مدخل مدينة لودر. مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يجب فصل رئاسة المجلس عن رئاسة المحكمة العليا حتى لا ترتكز السلطة بشخص واحد، حيث نقلت صحيفة أخبار اليوم على لسان القاضي مرشد العرشاني وزير العدل قوله أنهم اقترحوا تعديلات على بعض مواد قانون السلطة القضائية بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المعني بإدارة شؤون القضاء بصورة عامة، وهو أيضا المعني بمنح القضاة التعيينات والترقيات وكذلك محاسبتهم. دون الانشغال بمهام أخرى، وفيما يخص الهدف من التعديلات الحديثة، قال العرشاني: نحن نسعى لإيجاد بنية مؤسسية للسلطة القضائية، لما من شأنه أن يتفرغ مجلس القضاء لإدارة شؤون القضاء بشكل عام، وكذلك بحيث لا يكون رئيس المجلس مشغول بعمل آخر يشغله عن الإشراف والتوجيه ومتابعة أعمال السلطة القضائية. وأضاف: نحن أردنا أن نفصل المهام الإدارية بحيث تكون من مهام مجلس القضاء الأعلى وبصورة منفصلة عن مهام المحكمة العليا. وقال العرشاني: إن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسيحال إلى النواب يقضي بالفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا، وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى. أما ما ورد في المواقع الإلكترونية فقد ورد في موقع الأهالي نت خبرا تحت عنوان: نصر طه بيان الحرس أعطى مصداقية كاملة للأهالي وكتب نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين السابق على حائطه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على الحملة التحريضية ضد صحيفة الأهالي قائلا لست أدري ما الداعي لكل ذلك الانفعال والتهديدات بل ما الداعي للبيان في حد ذاته وأضاف لقد أعطى البيان مصداقية كاملة للخبر الذي نشره موقع الأهالي نت حول احتفاظ قائد الحرس الجمهوري بطائرات أباتشي في معسكر ريما حميد بسنحان مستدركا كان يمكن نفيه بكل اعصاب بارده دون حاجه للهجه العنتريه على الصحيفه والموقع والقائمين عليه وهم شباب مدنيون سلاحهم الكلمه ولا يوجد لديهم صواريخ وطائرات ودبابات واستطرد مصطفى بالقول نقول لمن لا زالوا يصدرون التهديدات كفى فقد تغير الزمن وعليكم اللجوء الى القضاء في حاله تضرركم ان كنتم تؤمنون بالدوله المدنيه التي يسودها القانون وليس العضلات وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين دانت بشدة الحملة التحريضية والتخوينية التي تعرضت لها صحيفة الأهل الأهلية من قبل مكتب قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح الذي قالت النقابة أنه لم يستطع إخفاء معاداته للصحافة والصحفيين واكدت نقابه الصحفيين انها لن تسمح لهذه الجهات بالتمادي والعبث بالصحافه خاصه وان لها سجل سيء في مجال الحريات الصحفيه وهي من تورطت بحرق الصحف ومصادرتها والاعتداءات على الصحفيين خلال العام الفائت وقالت نقابه الصحفيين انها كانت تامل ان تراجع قياده الحرس الجمهوري رصيدها المخزي والسيء المعادل للصحافه والعاملين فيها وان تستوعب الواقع الجديد الذي خلقته الثوره الشعبيه وما يتطلبه من استحقاقات تعزز الحريات الصحفيه والعامه وان تعي ان زمن العنجهيه والتهجم على الحريات قد ولى وسيصطف الجميع لمواجهه من لا يزال يسكن ظلمات الماضي توكل كرمان تزور جرح الثوره الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات التركيه تحت هذا العنوان ذكر موقع بريس زياره الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان يوم امس جرح الثورة الشبابية الشعبية السلمية الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمدينة اسطنبول التركية وتفقدت احوال الجرحى متمنية لهم الشفاء العاجل وقال توكل كرمان لجرح الثورة في اسطنبول انتم رموز الثورة اليمنية وصانعو اسطورتها العظمى ويذكر أن قرابة 51 جريحا من جرح الثورة يتلقون العلاج في المستشفيات التركية وتأتي هذه الخطوة في ظل تعاون تركيا مع اليمن من خلال زيارة توكل كرمان القيادية في الثورة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لتوثيق أواصر الثقة من خلال تقديم المساعدة اللازمة لليمن في مرحلتها الحالية من جهته ذكر موقع 26 سبتمبر خبرا تحت عنوان منظمة العمل الدولية تتوقع 11 مليون عاطل عن العمل بنهاية 2013، توقعت منظمة العمل الدولية أن حوالي 11 مليون شخص حول العالم سيصبحون عاطلين عن العمل بحلول 2013، لافتة في تقريرها السنوي عن أوضاع العمالة في العالم، إلى أن الانتعاش الوظيفي وخاصة في أوروبا ليس متوقعًا قبل نهاية عام 2016، إلا إذا تم إحداث تحول جذري في اتجاه السياسات مشيرة إلى أنه إذا لم يتم فعل شيء ما. فان توقعات منظمه العمل الدوليه تشير الى ان اعداد العاطلين عن العمل ستزيد خلال العام الحالي بسته ملايين شخص في انحاء العالم وخمسه ملايين اخرين في العام المقبل وحذرت المنظمة أمس من اندلاع أزمة وظائف عالمية جديدة، حيث لا يزال هناك عجز قدره 50 مليون وظيفة مقارنة بالوضع في سوق العمل قبل الأزمة المالية. وذكرت المنظمة في تقرير عالم العمل 2012 السنوي الصادر أول من أمس أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في أنحاء العالم في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 202 مليون في العالم الجاري، أي بنسبة 6.1%. إلى الصحافة الدولية والبداية من الخليج الإماراتية وتحت عنوان وزير التخطيط اليمني للخليج استراتيجية حكومية جديدة لتفعيل الشراكة بين اليمن والمانحين، حيث ذكرت صحيفة الخليج نقلاً عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اعتزام حكومة الوفاق الوطني وضع استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة ترتكز على تعزيز اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية وفق ما يتوائم وأولويات الاحتياجات اليمنية. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح للخليج أن اجتماعا موسعا ستعقده الحكومة غدا الأربعاء مع ممثلي كافة الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة سيكرس لاستعراض التحديات والتعقيدات التي تحول دون تفعيل إسهامات المانحين في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن إلى جانب بلورة ورؤية موحدة إذا اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية مع المانحين وفق ما يتوائم وأولويات الاحتياجات اليمنية اليمن صالح يعدل عن قرار المغادرة ويواصل ممارسة الضغوط على الرئيس هادي تحت هذا العنوان قالت صحيفة الرياض أن الرئيس اليمني المخلوع عادل عن قرار مغادرته صنعاء إلى الإمارات العربية المتحدة للإقامة فيها بعد ضغوط خليجية وغربية عليه بضرورة ترك البلاد والسماح للرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون أي عوائق وقال دبلوماسي غربي رفيع للرياض أن صالح أبدى رغبته في السفر إلى الإمارات والإقامة هناك، لكنه غير رأيه أخيرا بحجة تأخر إصدار التأشيرة. وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تغيير صالح لقراره يعكس عدم الرغبة الحقيقية لدى الرجل في ترك البلاد والسماح في تنفيذ المبادرة الخليجية بعد اتهامه مؤخرا للرئيس هادي بالانتقائية في التنفيذ. ونفى المؤتمر الشعبي العام صحة مغادرة صالح وهو ما يؤكد تراجع صالح عن قرار المغادرة بعد موافقة السلطات الإماراتية على استضافته، وكشف مصدر دبلوماسي آخر أن صالح لا زال يمارس ضغوطاً على الرئيس هادي في إبقاء اللواء الأول حرس جمهوري في حراسته وبقيادة طارق محمد صالح الذي أُقيل من قيادة الحرس الرئاسي وعين قائداً للواء 37 في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت وهو ما رفضه طارق صالح. مقتل ضابط يمني كبير و عشر من عناصر القاعدة في اليمن تحت هذا العنوان ذكرت وكالة اليو بي اي الأمريكية مقتل ضابط يمني كبير و18 عنصرا من عناصر تنظيم القاعدة أمس في مواجهات بين الجيش وعناصر قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في محيط مدينة لودر التابعة لمحافظة أبيان جنوب البلاد ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن مواجهات بين الجيش بمساندة من رجال القبائل ما زالت تدور في محيط محطة الكهرباء مدينة لودر مع عناصر القاعدة، تسببت في استشهاد العقيد عباس البهواني في اللواء 111، ومقتل 18 من العناصر الإرهابية. وأشار المصدر إلى أن اللجان الشعبية المساندة للجيش شنت هجوما هو الأعنف ضد مسلحي القاعدة. وتمكنت من السيطره على اجزاء واسعه من موقع كانت تتمركز فيه العناصر الارهابيه ودمرت عداتا حربيا كانت تستخدمه تلك العناصر كما افشلت هجوما لعناصر التنظيم في منطقه العين موقع الجزيره نت اورد خبرا تحت عنوان اليمن الحوار الوطني ومطالب الثوار وفي سياق الخبر أوضحت الجزيرة أن التفاعل الدعوات بالساحة اليمنية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقب تشكيل الحكومة اليمنية لجنة وزارية من عشرة وزراء للحوار مع الشباب وقد اشترط شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها إقالة أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من مناصبهم في المؤسستين العسكرية والأمنية وقال عضو باللجنة التنظيمية للثورة السلمية باليمن في حديث للجزيرة نت إن شباب الثورة مستمرون في خيارهم الثوري السلمي ولن يتعاطوا مع أي دعوة للحوار الوطني قبل تنفيذ مطالب شباب الثورة وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع إلى حلقة الغد نترككم في رعاية الله وحفظه